بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة لرئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان غابوري، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب شركة تعدين بمحور أوغاغو بونغو. وأعرب الملك في هذه البرقية عن أسفه وإدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإجرامي الآثم، وفق ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء. وعبر الملك لرئيس بوركينا فاسو كريستيان غابوري وكذا لأسر الضحايا ومجموع الشعب البوركينابي عن أصدق عبارات التعازي والتضامن في هذا الظرف الأليم.